تدخل لك انت في راسك باللي انت واحد يفوت على الستاندار ويلحق للوزير ويباتيني به ويكلم فيه على اساس انه راهو قائد الامن العسكري. تدخل لك انت في دماغك واحد ما يفيق بها. هما علاه؟ هما هذا هو الشيء اللي يحوشوا عليه، حبوا يقولوا باللي راه خلات يلا عاودوا رجعوا هذوك الناس ويوليوا كل شيء يمر عليهم هما. هذا هو الشيء اللي يحوشوا عليه. هذا هما هذا واحد يكون خدام معاهم، هما بعثوه على جال باش يحطوا هذا الوزير يديروا له شونطاج كيما كان وراء الوزير هذاك نتاع التجاره، نفس الشيء نفس الخدمه رزيه على جال باش هما يعاودوا يتلمطوا على الصحف ويعاودوا يتلمطوا على القنوات هذه اللي تسمي روحها خاصه والعامه كلها تولي نفس المكتب اللي كان من قبل. شفتوا علاش عينوا محمد العقاب في وزارة الاتصال؟ ها هو السبب، المكتب تاع بن عكنون اللي كان من قبل، هذا هو الهدف، هدف تاعهم. دونك هو السيد كيفا محتال، هذا راهو محتال، نقولوا محتال حتى يجي يهضر لك انت مع بن سديرة، والسيد راهو مبحوث عليه، لو كان ما جاش عنده الامان ما يتحركش ما يبوجيش. وهو ما على جال باش يورطوا الليين هذوك الصحفيات، يورطوهم ويورطوا الوزير باش من بعد قال سواء تخضع للأمر الواقع ولا ديجاج برا. هذا هو ويعالجوا فيها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك مخابرات. هذا واحد باين باللي راهو مرتزق، هذا إبليس، واحد من الأبالسة اللي راهو يخدم راهو باين. دوك غير الإنسان اللي راهو عنده ناس راهم يخدموا معاه، كل الناس اللي راهم يتعاونوا معاه كلهم راهم يخدموا مع الأجهزة، كلهم بدون استثناء، سواء وزراء ولا كتاب ولا صحفيين ولا شعراء ولا من هاد الناس اللي راهم هما يعاونوا فيهم، كلهم خدامين معاه. شحال مازال نزيدو نكملوا؟ هذه حبيت باش نوضح لكم هذه المساله باش تعرفوا هذا الشخص وش العمل اللي راهو يقوم به. اذا هذا الوزير داروا له عمليه نتاع شونطاج، ما نعرفه والله الاسم نتاعو ما نعرف. هذه الحكومه بالك نعرف منهم زوج ولا ثلاثه، هذا رزق وهذا وش اسمه هذا رئيس الحكومه وش يقول له ايمن بن عبد الرحمن، بالك زوج ولا ثلاثه، والله انا نعرف الاسماء نتاعهم، ما عندي حتى علاقه بهذا الوزير تاع الاتصال ولا. لكن هذا الشيء اللي حبيت نقول لكم، هذه الشبكه راها تشتغل من طرف هذا الجناح الدموي اللي هو حب يركع الجزائر، يركع الجزائر ويصيروا هما يتحكموا في الرقاب، هما اللي يحبوا يطلعوه يطلعوه واللي يحبوا يهبطوه يهبطوه. أيوة أتمنى هو أنه راها تضحت لكم الآن المسألة، هكذا فهمتوا القضية وراها؟ إذن دوك الناس اللي ما زال ما فهمتوش والله اللي ما كنتوش فاهمين في وقت سابق، الآن راها توضحت لكم المسألة. شكون هو هذا بالحساني؟ من خلال شكله تعرفوا شكون هو، بالتالي هذا كانوا يخدموا به. مثل ما كنت نقول لكم أنا في مداخلات سابقة، هم يحبوا يخدموا بالناس اللي عندهم عليهم ملفات، ما يقدروش هم يروحوا يخدموا بواحد عنده مبدأ، ما يقدروش يخدموا بواحد عنده ولد أصل، ما يقدروش يخدموا بواحد عنده مشروع، ما يقدروش يخدموا بواحد عنده عقل، ها؟ ما يقدروش يخدموا بواحد مثقف فاهم المسائل كما ينبغي، وإنما يستغلوا ناس معينين، يستغلوا أوضاعهم، يستغلوا الملفات هذوك تاع الشونطاج على جال باش هما يستخدموهم في أوقات معينة. رقم الآن خديتو فكر شكون هو هذا بالحساني؟ هذا يقدر هو يخترق الأجهزة تاع الأمن، هذا يقدر يخترق الرئاسة، هذا يقدر يخترق الوزراء، يقدر يخترق المديريات، هذا يقدر يوظف وزراء ويوظف ولات ويوظف أجهزة أمنية. فهمتوا علاش راهم دركا ضد هذاك المدير تاع الأمن تاع الشرطة؟ فهمتوه؟ عرفتوه على واش راه هو ضد المدير تاع الأمن تاع الشرطة؟ فهمتوه؟ فهمتوا المسألة وين راها؟ مسألة وين راها؟ هو أنه هذا الشخص يخدموا به، هاكم شفتوه يتحرك، الفرق بينه وبين هذاك بن حليمة. بن حليمة هذاك لما جابوه راكم شفتوه الوضعية نتاعو، لما تشوفوا في وجهه تشوف الخوف، تشوف الهلع، تشوف
حالة نفسية نتاعو، لأنه مصدوم تحت صدمة كبيرة، بينما هذا يمشي ويضحك ونورمال. علاه؟ لأنه تاكل على ناس راهم في أجهزة الأمن، ولأنه راهم قراوه ها على جال باش هو يورط ناس. قال درك مش من المستبعد هو أنه يجبد لكم، قال درك هذا المستشار تاع تبون يجبدوكم يجبدو. قال راه واحد من الناس اللي كان يسرب لي في المعلومات، قال راه واحد من الناس اللي كان يعطي لي في التسجيلات هذيك نتاع مركز غرمول. هذا يخدموا به، خدموا به. الان كاينه اجهزه اللي هي راه تشتغل، واضح من انه راه كاين هناك صراع في اجهزه الدوله بين شكون هو حول صلاحيات بين الشرطه وجهاز تاع المخابرات. وكما كنت نقول لكم نعاود نكرر في كل مداخله في كل تعليق، ما عنديش مشكله مع جهاز المخابرات، وانما المشكله هي مع الدمويين، لانهم متورطين والغين في الدماء نتاع الجزائريين، متورطين في الفساد والغين فيه بيديهم ورجليهم، ومعهم اجهزه امنيه مختلفه راها تتعامل معهم. والا فسروا لي كيفاش هذا الزنديق هذا العربيد هذا اللي هو راه يتحرك من دوله لدوله، لولا هو انه ناس راهم يحضروا له في المسائل ويعطيوا له في الملفات ويعطيوا له في الاسماء نتاع الناس ويعطيوا له في التسجيلات، وقال تحرك على هذا وتكلم على هذا واضرب هذا وكذا. بالاضافه الى ذلك كاين فيه اموال راه تضخ، هذه سيارات وهذه فيلل وهذه مسابح وهذه حفلات وهذه كادوات بالالف تاع الاوروات هكذا. اتمنى هو انه راه توضحت لكم المساله. على درك شخص هذا حكموا عليه الان، واضحه المساله. قادر يكون هو انه هذا تحليل، قادر يكون هو انه الهاتف نتاع الزنديق والعربيد صاحب كارلوس يقدر يكون اخذوا منه معلومات.